عندنا الأخ خالد من النرويج يسأل عن حكم الآلات الموسيقية، ويطلب لو سمحتم باختلاف أهل العلم وسبب خلافهم. نعم، بالنسبة الموسيقى هي الصوت المطرب، والصوت المطرب أنواع، فمنه ما يكون بالمعازف التي يعزف عليها بالأظافر أو بالأصابع، وهذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه الوترية وسلم. يعني المقصود سيدنا؟ نعم، الوترية؟ الأوتار. نعم، الأوتار التي يعزف عليها، فهذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري أنه ذكر أن قوما من هذه الأمة يمسخون قردة وخنازير، يستحلون الخمر والحرى والحرير، فجعلها بمثابة استحلال الخمر، شرب الخمر، بمثابة استحلال الحر الذي هو الزنا، وبمثابة استحلال لبس الحرير بالنسبة للرجال، فجعلها مع هذه الكبائر، فهي كبيرة أيضا. ولذلك أقسم ابن مسعود إن هذه الآية من سورة لقمان نزلت في المعازف، وهي قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وهذه الآلات التي هي معازف حقيقة. أما القسم الثاني فهو ما كان مما يضرب كالدف ونحوه، فهذا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعراس والمناسبات، ويقاس عليها كل المناسبات التي يحتاج فيها إلى حماس كالحرب ونحو ذلك، تدريب. وأيضا فقد ثبت في سنن الترمذي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت لله أن ردك الله سالما أن أضرب عند رأسك بالدف، واستأذنته بذلك، فقال: إن كنت نذرت فافعلي، وإن كنت لم تنذري فلا تفعلي. فجلست تضرب الدف وتغني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ومعه من أصحابه، فدل ذلك على جواز هذا. وكذلك أذن لعدد من أصحابه سيدنا بس على صوت المرأة قد يشكل على بعض الإخوة، نعم، هو هل محل يجوز؟ خلاف، هذا سنذكر الخلاف، لكن الحديث يدل على إباحة ذلك، أن صوت المرأة ليس بعورة مطلقة، وهذا الحديث صحيح سنن الترمذي. النوع الثالث ما كان محاكيا لهذا وذاك، كالصنجي والطبل المغشى من الجانبين والذي له صوت مؤثر، ومثله أيضا الصاج الذي يضرب بعضه ببعض، فهذا كرهه كثير من أهل العلم ونصوا على كراهته. ومثله ما تجدد من الآلات الحديثة التي يكون فيها ما يشبه صوت المعازف، وهي أصوات ممططة، أصوات بشرية مثلا ممططة في الكمبيوتر، أو أصوات كمبيوترية معالجة، أو حتى أصوات دف، ومثله أي ضرب على أي سطح، ويمكن أن تعالج عن طريق الكمبيوتر حتى تكون مثل أصوات المعازف، فهذه فيها هذه الكراهة. من أهل العلم من يطلق التحريم مطلقا في هذا الأمر، ويرى أن آية سورة لقمان شاملة لكل ذلك، لأن الله قال فيها: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فكل ما يتلهى به من هذا يكون داخلا في هذا الأمر. ومنهم من يرى أن الحرمة مختصة بما ذكر مما دلت عليه النصوص، وهذا مذهب الجمهور. ومنهم من يرى الإباحة مطلقا في كل ذلك، وهؤلاء منهم فقهاء أهل التصوف كالإمام أبي حامد الغزالي والإمام أبي بكر من العربي، وأيضا أهل الظاهر، بعض أهل الظاهر كالإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري، فإنه في المحلى ذكر 21 حديثا في تحريم الغناء وضعفها جميعا، وقال بعدها: وأنا والله الذي لا إله غيره لو صح لدي حديث واحد منها لا أخذت به. ولكن القول الأوسط في هذا أن المعازف ينظر فيها إلى آلاتها وإلى ألفاظها، فالألفاظ ما كان منها مذموما شرعا كما كان من الهجاء أو الذم لما تشين ما زينه الشارع وتقبيحه، أو تزيين ما حرمه الشارع، أو كانت من الغزل المعين المفرط الفاحش، أو كانت
مما فيه سفه ورذالة ونذالة فهي محرمة. هنا نتكلم نحن عن الغناء الآن. نعم. انتقلنا عن الموسيقى. نعم. نعم. هي كلها داخلة، الموسيقى تشمل الأصوات كلها شاملة، اسم الموسيقى يشمل الجميع. فحينئذ هذه محرمة. أما بالنسبة لما كان مدحا لله ورسوله وثناء على الله سبحانه وتعالى من النشيد حتى لو كان معه دف أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالحداء للإبل في السفر، وأيضا كان ينشد مع أصحابه في بناء المسجد هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا عز ربنا وأطهر. وفي حفر الخندق تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن أولئك قد بغوا علينا يسألنا يطلبون خطة أبينا وأبينا ويمد بها صوته، صحيح البخاري، فكان يردد ذلك معهم. وكذلك أذن في غزوة خيبر لعامر بن الأكوع في الحداء فحدا بأبيات بن رواحة هذه، فقال من هذا غفر الله له فنال الشهادة بسبيل الله. وكذلك أذن لأجشة الحبشي في حجة الوداع فغنى فحرك الإبل وكان شجي الصوت، فقال له رفقا بالقوارير يا أجشة، قوارير يقصد قلوب النساء، كان معه النساء يستمعن إلى صوته، قال رفقا بالقوارير يا أجشة. وأما الآلات فهي على هذا التفصيل، ما كان منها فيه معازف فهو محرم مطلقا، والذين يستحلونه منهم من يضعف الحديث الذي في صحيح البخاري لأنهم يرون أنه معلق وليس موصولا، لأن البخاري فيه قال هشام بن عمار حدثنا صدقته، وهشام بن عمار القارئ وقارئ الشام وإمام جامع الأمويين، وهو الراوي الثاني عن عبد الله بن عامر قارئ الشام أحد القراء السبعة، وهشام بن عمار شيخ البخاري، والبخاري هنا قال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا أو سمعته. وليس هذا مختصا بهذا الموضع، بل في كثير من المواضع بصحيحه يحدث عن أشياخه فيقول قال فلان من أشياخه، فهذا ليس طعنا في الحديث. ولذلك يقول العراقي رحمه الله في الألفية، ألفية الحديث، في تعريف المعلق: وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. حزم يرى أنه معلق وليس موصولا. كذلك الأحاديث الأخرى، مثلا حديث عائشة في الصحيح، صحيح مسلم، أنه دخل عليها جاريتان كانتا تغنيان بغناء بعاث يوم عيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجم بثوبه على السرير صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر فقال أمز مار الشيطان في بيت رسول الله، فانتهرهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإنها أيام عيد. هذا الحديث فيه وليستا بمغنيتين، فيمكن أن يحمل على أنهما كانتا تغنيان عند عائشة، وهذا يدل لما سبق، يدل له ما سبق من حديث الترمذي في غناء المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على جواز سماع صوت المرأة، وأنهما أن المزمار المقصود به أصواتهما وليس شيء عود يضربانه. فقال مزمار الشيطان، أي هاتان المغنيتان هما مزمار الشيطان في بيت رسول الله. وقولها ليستا بمغنيتين يمكن أن يكون المقصود ليستا في هذا الوقت بمغنيتين، ويمكن أن يكون ليستا خبيرتين في الغناء ولا مهنة لهما. شيخنا لو سمحت لنا بفاصل ثم نعود إن شاء الله. طيب. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة شيخنا محمد الحسن ولد الددو. شيخنا كنتم تحدثون عن الموسيقى وأدلتها، يعني خلاصة القول ماذا نستطيع أن نقول؟ خلاصة القول أن ما كان من ذلك بعزف أو نحوه فهو محرم، وما ليس كذلك مما يشبهه فهو مكروه، وما كان دفا فهو جائز، لكن الدف يختلف وضعه، فإذا كان معروفا في بلد من البلدان للرجال فيحرم على النساء، وإذا كان في بلد من البلدان معروف للنساء فيحرم على الرجال. والأغلب أن الدفوف تستعملها النساء، لكن في اليمن مثلا الدفوف من شأن الرجال فقط لا يستعملها النساء. ممكن شيخنا أن نقول مختصة بالمقاتلين، يعني
الموسيقى تأخذ حكم ما تقترن به، فإن كانت مع الأناشيد مثل الأخ يحيى حوا وسامي يوسف وماهر زين وكذا معهم موسيقى، لكن يلتزمون بالكلمات بالأناشيد الإسلامية، يبقى هذا داخل في نطاق الخلاف. في الخلاف، في الخلاف. لكن ذكرنا أن من أراد الاحتياط والأحوط والأسلم الورع، أي نعم، فيكون الصوت خاليا من آلته، أو إذا كان معه آلة تكون مثل الدف فقط. نعم. والمنشدون ما شاء الله أصبحوا يصدروا 3 إصدارات، واحد من غير دف، واحد مع دف، واحد مع موسيقى. نعم. كل وما يأخذ.